ماما حتة الحشيش ضاعت يا ماما، كده خروجة باظت. إنها فعلا لبوة استثنائية. طلعت حرب راجع. راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة بقى يلا يا عزيزي عايزك تبقى عارف ان هي حلقة ولا اي حلقة. يعني قبل ما نبدأ الفيديو على خيرة الله عايزك لا تنسى ام اللايك الشريخة الفاية حساية حنايح، وانزل اشترك في ام القناة واعمل الجرس على الكل. يلا نبدأ الفيديو على خيرة الله. وزيع يا ابن خالتي مش هينفع تخش. ليه يا سلطان مش هينفع؟ اصل سعيد جوه وامه واخته. حقيقة يعني انا ولا شفت يوسف ولا علي، انا شفت اتنين دبلي. يعني حاجة كده زي الفل. بمناسبة يعني البت دي كان الفيديو اللي قبل اللي فات اللي عالف الكومنتات يقول اسمها ايه، انا مش عارف، انا لقيت حد منزلها فجبتها لك تاني يا عزيزي، لان ما ينفعش احرمك من حاجة يعني. بس دي يعني ايه منشئة محتوى 100%. نديها كام يا سلس؟ نديها مثلا يعني في حدود 95% لحد ما نشوف لها حاجة عدلة تاني. نكمل ام الفيديو اللي بعديه. وزيع انا بحبك مش عاوزك لغيري، ربنا يخليك ليا. امين امين. ولد ابو جليل ولا امين ولد الطحاوي؟ بامبرز، نلبس البامبرز وناخد الببرونه ونشرب مغات عشان الدنيا ساقعه وانا اخاف عليكي من الساقعه. نتدفى شويه واخد لي بالك لحد نكبر كده يعني على الصيف الجاي نشوف المصلحه دي دايره ازاي. طبعا نديها يلا عزيزي سالب 95%. وزيع يا ابن خالتي زيع. وهي تعشق ارتداء اللون الاسود لأنها تعلم جيدا أنه اللون الوحيد الذي يمثل الفخامة الأناقة الغموض. ولا بونا ومش كده وبس يعني. أنا عايز أفهم، أنا عايز أفهم دي يعني عايزة هالك مثلا، عايزة اللي هو الواد بتاع المصارع اسمه قليل ده ولا ما فيه ايه؟ دي محارب، محارب فارس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حد يقول لي ايه ده؟ نديها كام مثلا؟ نديها 200% واحلى ريسبكت عليكي. وزيع يا ابن والدي. انا اخوها، انا اخوها الاخ يا جدعان، السند والظهر برضه يعني لازم يطلع كده ويمس علينا ويقول لك واحده 100%. ها وايه زي الفل، شغلكوا زي الفل والانتاج بتاع بابا وماما زي الفل، يعني مطلعين بنت صالحه وزي القمر. ونديكم ايه؟ نديكم 65% واحلى ريسبكت عليكم. وزيع مش عايزه حد يقول لي شدي حيلك عشان مش قادر اشد اصلا. ماشي، اللي عايز يخلينا شده هو يشده بقى، ماليش دعوه. اللي عايز يشده هنيجي نهده. ايه يا حبيب قلبي جده؟ ايه 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 الجمال والحلاوة دي؟ بدون منازع، بدون منازع كانت دي مثلا 700 من 100. ونكمل بقى ام الفيديو ده. وزيع ماما حتة الحشيش ضاعت يا ماما، كده خروجة باظت. كده لبوانة اتمنيكت خالص، مش الخروجة اللي باظت يعني. فيه ايه يا بس انت؟ مش للدرجة دي يعني، مش للدرجة دي يا بوسبوس. ده في اطفال بتتفرج يعني، وحاجة يعني ايه يعني يعلم بها الا ربنا يعني. طبعا يا عزيزي ده ابداع، ده الابداع وفن يعني من درجة اولى. ونديها مثلا يعني 30% واحلى ريسبكت عليك وعاش، استمري ما تعمليش كده تاني. نكمل زيع. ايوه يا بحمد، ايوه يا بحمد، بتقول لك شقته على النيل وبتعمل لك علامه ايه؟ هنيئا لك، يعني هيبقى جو مناسب ليها يعني. طبعا دي نديها 750 مليون من 1000 ولا من اي حاجه، اي حاجه. المهم يعني ايه؟ نديها رقم عالي يدغدغ ارقام جينيس اللي احنا يعني شغالين فيها. جينيس ايه ده؟ موقع نيجيس مش جينيس يعني. طبعا يا عزيزي
ها هذه منشيه محتوى جميله، وكل اللي فاتوا دول جمال مفيش حد فيهم يعني ايه نافع ببصره، ما تقلدوش. وهنا نوصل لنهايه ام الحلقه. عايزك لا تنسى ام اللايك الشارع خلفيه حساها النايح، ولو مش مشترك في القناه يعني يلا عزيزي انزل اشترك ياض ياض يا عزيزي، ده انت حبيب قلبي، انزل اشترك واعمل ام الجرس على الكل كده واللايكات فرق عليا. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم سلام.